صباح البركة، يا صباح الرضا، يا صباح العسل، يا صباح السكر. عاملين ايه؟ وحشتوني 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 ستة، وحشتوني. رايحة فين بقى يا نشوى؟ بص انا رايحة 15,000 مشوار، يعني صباحكم فل، صباحكم عسل، صباحكم. يلا بينا. اولا ليه هسوق بس مش مشكلة. يلا يا اجد بالبركة كده. بص يا ولاد عم علي، نزل جاب لنا سندوتش فول بقى ولا ايه؟ ده ماكس فول على طعمية، وجاب لنفسه بتاع تفاح، وجاب لنا قزازة مية، وايه دبسته في شوية مشتريات هقولها لكم لما اروح. ماشي، كل سنة وانت طيب بقى. دخلت المدارس، دخلت المدارس والدروس كل سنة وانت طيب. كان عندنا بنروح بقى نحكي لكم، احكي لك مؤامرة. بص يا ولاد بقى، انا جبت ايه؟ تعالى اوريكم انا جبت ايه. اول حاجه بصوا، انا هعملها معاكم الوقت اهو، بس انا بوريكم بس عشان ايه، انا اتاخرت طبعا اليوم كده مني. جبت دي قوالب، دي انا بجيبها للكيك بكام دول؟ تقريبا ب 20 جنيه، ب 10، ب 10 جنيه. بصوا قد ايه بيعملوا لك للكيك او كب كيك براحتك، ب 10 برده، ب 10 ماشي. وجبت كيسين دول اللي انا بتحبهم للمدرسه، اللهم صل على النبي. وعلي طبعا جاب بلح واكله في العربيه، بس كان غسل الحبه اللي اكلهم يعني. وجبت كيس دقيق، اللهم صل على النبي. جبت كيس دقيق، وجبت بتاع كيس صوصات كده، ايه بيحطوهم ايه، وده كراميل ان انا بتحبه برضه. وجبت نص كيلو رز بسمتي. ياه، ليه جبت من غير ايه ده؟ معلش. ماشي. ودي حته شوكولاته بالبرتقال. جبت ايه تاني؟ السمن هولع عليه، السمن هولع عليه. وطبعا انتوا قاعدين تكتبوا لي، ونانو كمان سمعت كلامكم وقالت لي يا ماما زمزميه واللانش بوكس اللي انت جايبه له دول بتوع الحضانه، فما حبتهمش قوي، فانا برضو ما رضيتش اكسر بخاطرها فجبت لها ده. ده ب 80 جنيه. بصوا هو ب 85 جنيه بس انا جبته ب 80. بصوا عباره عن ايه؟ ايه تستعمل ده وهتستعمل ده. حط هنا طبقة اهي، طبقة اهي، وطبقة اهي. والله انا شايفة ان انا جايبة احلى، بس هي ايه، هي حرة يا اختها. انا جبت اتنين، واحد ليها وواحد لاختها. ده لو هي انه هتاخده هدي التاني لنادين، عشان نادين بتروح الكلية بتاعتها وكده فتاخده، امير ما بياخدش. لو هي مش هتاخده هدي يعني هما الاتنين. جبت لها دي عجباني جدا، بس بصراحة إيه، انا جبتها لها بس انا طمعت فيها، يعني انا جبتها لها بس انا في الاخر هاخدها، عشان انا قلت لهم انا لما اجي اروح العمره هبقى مليها ميه واخدها معايا الحرم. والله العظيم ان شاء الله يعني، فطمعت فيها يعني. جبت علبه دبابيس ب 10 جنيه، عشان طبعا انا اكتر واحده في الدنيا بتشيل ده. ماشي. جبت ايه بقى؟ حامل للشاشه، ريسيفر، ريسيفر للشاشه. وجبت الشاشه دي باوضه النوم، عشان الشاشه اللي هنا بايظه وعايزه مبلغ كبير 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 يعني، هصلحها بس مش اليومين دول. فانا اوضه النوم بتاعتي يعني بحب بالليل مثلا وانا صغيره ولا حاجه اتفرج على فيديوهات، اتفرج على حاجه، نبقى سهرانين يعني وبعيد عن العيال بقى والتلفزيون بقى كده. فهي كانت عندي شاشه في اوضه النوم بس ما عنديش دلوقتي. فجبت دي كان عليها عرض ب 4800، 4900 يعني حاجة كده يعني. هي خمسة إيه ده؟ أظن. تقريبا بخمسة. من عندي سميد سمارت هو اللي أنا بجيب منه. استنوا بقى لسه أقول لكم أنا جبت إيه. بصوا جبت إيه بقى؟ بصوا بقى الدلع كله بقى. هي بقى صغيرة ليه؟ أنا شفتها كبيرة، صغيرة أوي، ليه ما جبتش الكبيرة؟ بص جبت وافل كده للعيال بيحبوه، بس دي صغيرة. أنا عندي الكبيرة، عندي اللي هي بتاعت التوستر، بس دي صغيرة مش مشكلة. دي بقى أنا هستعملها بكرة بس، وفي الآخر هديها لنادين هدية، عشان هي نادين كان نفسها فيها، بس أنا هستعملها مرة يعني أجربها. بس هي بتاعت نادين، هجيبها لها دي ب 400
وحاجة. اللهم صل على النبي بقى، نسمي بالله ونصلي على النبي. يلا نجيب شاشة جديدة بقى بالمرة. عشان مثلا ايام المدارس وكده بعد في اوضتي قافله عليا الباب، اللي في الصاله بيذاكر، اللي هنا بيذاكر، ما بقاش دوشه حاجه. طبعا اسعار الشاشات غاليه، بس هي دي لوحه حلو وجميله. يلا تعالوا نركبها. علي بقى يركب الحامل واحطها، ده مكانها اصلا لو انتوا فاكرين ان هو ده اصلا مكانها، هي متخرمه ومعموله، بس انا اخدت اللي كانت هنا حطيتها في الشقه الجديده، كنت ساعتها ما كانش معايا فلوس اجيب واحده جديده، فاخدت دي وحطيتها هناك. فدلوقتي بقى ايه احتجتها، يعني هعلقها هنا. عمال بقى عم علي يعلقها، اهو امير يا امير ايه تعال، عمال ماما يعلقوها اكون انا عملت حاجه حلوه. يلا بينا. الوقت يا جماعه يرضيكم، شفتيها برضو؟ دلوقتي يا جماعه يرضيكوا نانو، مع استاذه نانو رفضت اللانش بوكس اللي انا جايباه. لا ده بكره حبيبتي، ده بكره يا ماما. فحضرتك انت رفضتي اللانش بوكس اللي انا جايباه. ده انا جايبه اللانش بوكس قد كده. ايه ده؟ الله، ده ايه؟ لانش بوكس؟ امال ده ايه؟ انت شايفاه ايه؟ استنى هو كده. انبهرتك بيه؟ ماشي، انبهرتي؟ الحمد لله اني انبهرت. ده على المصاريف اللي انا صرفتها على داخل المدارس دي، المفروض ما تدخلكوش مدرسه، يدخلوكوا على كليه الطب على طول. افتح كده. اقسم بالله الاولين احسن. مش مخلص؟ شوفي ده، بصي ده تحطي هنا مثلا تلات سندوتشات هنا اربعه يكفوني. ده عاجبك يعني؟ ده عليه مؤقتا. دي لا لا، دي مش مؤقته. لا مؤقتا عشان لو انا سافرت عمره هاخدها منك. هشرب فيها. شكرا والله. نانو بتبوسني كل خمس دقايق. يلا بقى تعالي بره. بس انا عايزه تبوسها. شوفي جبتي لي ايه؟ شكرا يا خش اعمل بقى حاجه. عارفين اللي بتقول لك انا اخدت الصدمه بجد؟ انا كنت داخله بقى وجايه من مشوار متوقعه ان نانو هتلاقيها قلبه الدنيا والاوضه دي مقلوبه. الحمد لله لقيتها زي الفل. ربنا يبارك لك يا حبيبتي في صحتك ويفرح قلبك. ثواني يعني بس هظبط لها الاوضه. لا لا يلا. بص يا اولاد، انا دايما مش بنظف الاوضه بتاعت نانو يعني، بس هي الحمد لله على طول هي ايدها فيها. نادرا بقى لو تنظف عميق في العيد، في المناسبات الرسميه كده، فانظف. المهم قعدت اقول لها ان انا عايز اعمل لك مكتب هنا. هي نانو بتحب تقعد تذاكر بره في الصاله على الترابيزه اللي احنا بنقعد نذاكر عليها. قلت لها ان انا عايز اعمل لك، كل سنه ابدا لها اول كام يوم اعمل لها مكتب هنا، وهي ما فيش. والله انا عارفه بقول لكم، هتلاقي الترابيزه دي خرجت بره وبتقعد تذاكر بره في الصاله. وده كان من اسباب ان انا قلت لها اقعد في الاوضه بتاعتي، افتح الشاشه مثلا لو انا عايزه اتفرج على حاجه وهي قاعده في الصاله، ابقى انا قاعده لوحدي يعني في الاوضه بعيد عن ايه، عشان ما ادوشهمش وكده. طب يا نشفى ليه ما بتشتريلهاش مكتب؟ والله هي احنا يعني احنا يا جماعه مش يعني هي بتقعدش على مكتب بقى وكده، لا هي بتقعد على اي ترابيزه عادي وتقعد تكتب واجبها تذاكر كده يعني. فعشان كده الترابيزه دي عندنا، ده ترابيزه جميله جدا وحديد وحلوه يعني ما تلاقيش زيها دلوقتي. فعملت لها المكتب ده كده تقعد تحط لها حاجتها عليه. انا قلت ارص لها الحاجه بتاعتها عليه واحط لها حاجتها عشان تبقى اسهل عليها مثلا ايه التحضيرات بقى، يعني التحضيرات هتحضر بقى الجدول بتاعها، الكتب الخارجيه احنا حطيناها في جنب، الحاجات اللي هي محتاجاها تبقى قدامها الحاجه متاحه ليها، هتبقى سهله. هي طبعا مش صغيره ما شاء الله عليها، ربنا يفرحها ويفرح ولادكم ويفرحكم بولادكم. هي بقى يعني بتعرف تصرف نفسها، تعرف تحضر حاجتها، تعرف تبقى الحاجه سهله قدامها. حطت لها قلمها وحاجتها. واحب انا دايما احب اعيش ولادي المود بتاع دخلت المدارس. هو ده مش مود، ده عادي، ده حاجات اساسيه يعني ان الواحد لازم يحققها لهم ويعيشها لهم وكده. فبيني وبينكم وانا جايه والله كنت جايه كسلانه جدا، وقاعده اقول هروح بقى انضف اوضه نانو وهتهبق يعني هتبهدلني. دخلت لقيت الاوضه زي الفل، فرحت فرحه عمري والله الحمد لله. فحتى كنت عايزه اغير ملايات السرير وكده، قلت لا هي السرير ملايه حلوه وجميله وزي الفل يعني. عندها بقى حبه الساعات، ودي كانت جايه لها من دودو حبيبتي ربنا يا رب يخليها، ازازه برفانات. ف
طلعت لها البرفان الموف عشان لون الشنطه الموف، لون الازازه الموف بتاعتها كده يعني، فاهمين، مدلعاها انا. ومش عارفه ليه حاطه لي الكوبايه بتاعتها جوه الدرج. ما ده بقى نانو، بصوا بصوا نانو تنظف الاوضه بتاعتها بس تعمل لك حركات كده تحرق الدم يعني. الكوبايه حطها في الدرج، دي شهاده تقدير دايما هي حطها جنبها، فرحانه بيها قوي. كانت المدرسه عطيها لها، عشان كانت مش المدرسه، المدرسه بتاعتها كانت عطيها لها. حطت لها بقى ايه العرايس بتاعتها، وهي اوضتها نظيفه بتحط كده البطانيه دي لو هي حابه تفرش حاجه. بصوا ده معطر هي سرقاه مني، وانا عديت الموضوع عملت نفسي مش اخده بالي، فيلا الحمد لله. فمعطر كده الاوض النوم والحاجات دي، فرشطها لها وظبطت لها الاوضه وخلت لها الحاجه زي الفل. حضرت لها بقى الحاجات اللي هي بتاعه المدرسه اللي هي هتسرح بيها بكره، احنا الحاجه نظيفه يعني وزي الفل، وهي لسه جايه جديده الهدوم، فيدوب حطتها لها كده بحيث ان هي تقوم تلاقي الحاجه بتاعتها على المكتب بتاعها، عشان هي اللي بتعتمد على نفسها مش انا. يعني عديت مرحله ان انا اقوم البس الولاد المدرسه، لا خلاص هم عدينا المرحله دي، هم بيقوموا يلبسوا نفسهم يعني احنا بقى انا في مرحله متطوره دلوقتي. يا بقى على ايام زمان يا ولاد، وانا كنت البس عيل واسرح التانيه والبس ده والبس ده، واوطي يلبسهم الشراب واوطي البسهم الكوتشي، واللي عايزه ضفيره واللي عايزه. الحمد لله برضو ربنا يا رب يا رب ينولكوا اللي نفسكم فيه وترتاحوا ايه سنه ولا سنه كده، لما العيل يكبروا قدامكم كده ان شاء الله وتفرحوا بيهم ترتاحوا اكتر. مع ان كانت زمان، بس انتم مش هتفهموها دلوقتي اللي عنده عيال صغيرين، بتهيألكم لما العيال يكبروا مشاكلهم بتخلص، بالعكس ده هو انتوا كده دلوقتي مرتاحين اكتر. المهم حطت لها بجامه وتوكه وتاج، وقلت لها خشي بقى خدي الشاور بتاعك ورجعي حطي حضري حاجتك وظبطي حاجتك وروقي على مزاجك، وشاور اللي هو ليله المدرسه والبيجامه الحلوه اللي هتنامي فيها والتوكه والتاج بتاعك عشان تستحمي وتنامي، تبقى الحاجه ايه يبقى نظيفه كده قايمه الصبح، ما تستحميش الصبح يعني، تاخديش شاور الصبح يعني، تستحمي بالليل وتنامي تقومي تلبسي تسرحي شعرك، يكون شعرك ناشف ما يبقاش مبلول كده. قالت لي طيب ماشي. بصوا بقى انا دايما احب اعمل لهم حاجه، لو اللي متابعني من 5 سنين على القناه بتاعتي لازم كل يوم اعمل لهم هي نفس الكيكه بتاعتي، الورق الفويل بتاعتي. عارفة لو انا اتعلمت 500 طريقة، هي الكيكة اللي انا كنت بعملها لهم اول يوم لازم اعملها لهم اول يوم. هو في حاجات انا احب اعيشها نفس الاحساس هو كده. فالمهم عملت كيكة ازاي ناشفة، انا حطيت، هو المفروض تحطي 3 بيضات، انا حطيت 4 لان ده بيض بلدي زغنطوط جدا، انتوا شايفينه بيض صغير، مش عارفة وباين في الكاميرا ان هو كبير بس هو بيض صغير. فحطيت 4 وحطيت عليهم شوية لبن ومعلقتين سمنة، شوية زيت، وحطيت عليهم شوية دقيق، شوية سكر على بعضه كده، مش بقدير. هي كيكة، طريقتي كيكة اللي انا بعملها كل ما اديري كده، عملت زي ما انا بقول لكم هو كده بالبركة كده يعني. فحطيت بقى السكر والدقيق، انا حطيت اول 3 بيضات، وبعدين حطيت حوالي نص كوباية لبن، وبعدين حطيت عليهم ربع زيت وربع سمنة على بعض كده وضربتهم، وكوباية ربع تقريبا سكر، حلو الكلام. وحطيت بقى كوباية ونص دقيق، وسبتهم بقى ايه مع نفسهم كده على جنب مع بيكنج البودر ورشه ملح صغير. هنجيب بقى القوالب اللي انا اشتريتها النهارده، انا جايبه حبه كتير جدا، شايفين قد ايه، ب 10 جنيه يعني، يكفوك اللي ب 10 جنيه دي مده طويله جدا يعني. فعملت ايه بقى، قلت هعمل هجيب معلقه من اللي هي المعلقه المعياريه كده او اي معلقه، انا عملت معلقه الايس كريم اللي لقيتها في وشي، عشان هعمل احط لكل واحد معلقتين. انا مش عايزاها تبقى عاليه قوي، عشان لو انا هحطها في اللانش بوكس يعني ما تبقاش كيكه كبيره، ما تبقاش مكعب يعني، تبقى واطيه شويه يعني، فاهمين، مش عاليه قوي قوي يعني. فحطيتها لهم كده زي ما انتم شايفين لما كملت الكميه كلها على في الورق الفويل. بصي بقى ابقي رشي كده رشه زيت على الورق الفويل، بس انا نسيت اعملها والكيكه طلعت برضو حلو، بس عادي يعني، ابقي رشي رشه زيت كده تخلي، او رشه سمنه، اديني رشه سمنه او رشه زيت هتخليها تطلع معاكي بسرعه. هي طلعت معايا برضو بسرعه يعني، بس احسن لو حطيت حبه زيت. دي اللي انا بعملها بقالي اقول لكم من اول ما ولادي هم في الحضانه، لازم اعملها لهم الصبح، لازم يقوموا اول يوم المدرسه يلاقوني عامله لهم هي الطقوس هي هياها، ونقوم الصبح نعمل لانشون وجبنه نستون او جبنه اي جبنه عادي سايحه عندنا، جبنه كوبايات، وهي نفس السندوتشات بنفس كل حاجه يعني، مفيش تغيير عندنا احنا، هو لازم طقوس اول يوم المدرسه تكون كده. بصوا بقى بقيه الكميه حطت لها معلقتين لبن وعليها معلقه كاكاو خام، عشان نخف فيها العمليه شويه تبقى خفيفه والكاكاو ما يتقلش قوي العجينه. وضربت كده الكاكاو باللبن برضو بالمضرب
واقوم حاطه في يعني كيكه تايجر يعني زي ما انتوا عارفين، عايزين تحطوا معلقه من دي ومعلقه من دي وكده وتظبطوا الدنيا حطوا، بس انا بقوم حطها في النص كده واعملها بالخله. يعني ايه تشكيل، اكني فنانه تشكيليه يعني. بصوا انا عملت كله اهو، حطيت في الكل عليها كاكاو ومعلقه خله كده، خله كده، وتعملي الفنان التشكيلي بقى ده اللي انتوا عارفينه يعني. هي يعني انا بحب اعمل ده كده اول يوم المدرسه. اول مره بقى هعمل الوصفه اللي انا هعملها دلوقتي، عملتها بس مش كتير يعني، ما كنتش بعملها لهم في المدرسه بصراحه، بس قلت ايه افرحهم بيها. انا هحط بيضه واحده. طب ما انت حطيت بيضتين يا نشوى؟ لا هي بيضه واحده عشان ده بيض صغير جدا، انت حطي بيضه واحده وعليها رشه فانيليا ونقطه خل زي ما احنا عملنا في الكيك من شويه بالظبط، بيض وفانيليا ونقطه خل. حطيت لها حوالي ربع كوبايه لبن وعليها ربع كوبايه ميه وعليها معلقه زيت، معلقه سمنه، حلو الكلام، كلام جميل، ربع كوبايه سكر بس، خلاص خلصت، معلقتين تلاتة ربع يعني قولي نص كوباية دقيق على معلقة بيكنج باودر، وتقلبي ده كله مع بعضه، تبقى عجينة سايلة زي عجينة الكيك بس سايلة شوية عن عجينة الكيك بتاعتك اللي انت متعودة عليها. خلاص حسيتها سايلة قوي يعني، فقلت لا ازود معلقة دقيق زي ما انتوا شايفين كده وخلصتها. تعالوا نعمل بقى الوافل اللي هما بيموتوا فيه وبيحبوه. هو ده وافل؟ اه وافل، مش بانكيك، ده بانكيك وافل يا ولاد. اه تعالوا بقى نجرب المكنه دي يا رب تشتغل. بس عايزه اقول لكم اول ما شغلتها وحطيتها في الفيشه لقيتها سخنت بسرعه، فقلت الله يبقى هتشتغل بقى، رشيتها رشه زيت، وبعد كده ما عدتش رشيت رشه الزيت دي، فيعني ممكن نستخدمها من غير رشه الزيت. جبت كده معلقه، حطيت اول مره معلقه فحسيت ان قعدت جنبها بقى كده ايه، عارفين ان يا ترى هتطلع قماش ولا مش هتطلع قماش، حسيت ان المعلقه قليله، فانت بقى عمال ما تظبطي يعني، اول مره هيطلع معاكي طبعا شكلا مش مظبوطه، بعد كده هتبقي انت عارفه المعيار بتاعك يعني. دي اخرت كل مره معلقه ونص، طبعا دي ما تحكموش عليها عشان دي اول واحده فطلعت مش مظبوطه، بعد كده خلاص الكوبايه معلقه ونص من اللي انا بعملهم هيطلعوا وافل حلو قوي. بس عايزه اقول لك بقى ريحتها حلوه جدا، انا كنشوه يعني اكلت واحده وهي طريه كده من غير ما اكون مش هي طريه لا يعني بعد ما عملتها، بس من غير بقى لا حطيت عليها صوص ولا حطيت عليها اي حاجه، واكلتها كده وعجبتني جدا، عجبتني جدا جدا يعني. فقلت بقى خلاص يعني سكرها حلو واللبن على السمنه على كده، حسيت طعمها حلو جدا مش محتاجه ان انا احط عليها اي صوص، بس عشان الولاد بيحبوها وكده بالصوصات والحاجات دي قلت احطها لهم. بعد كده فضلت قاعده بقى جنب المكنه دي، شوفوا شكلها حلو جدا، المكنه عجبتني، بس هي المكنه مش بتاعتي برضو رغم ان هي عجبتني، بس برضو هبعتها لنادين عشان انا وعدتها ان انا اجيبها لها. كان الكيك في الفرن اهو ما اخدش، بص ما بياخدش ربع ساعه وتلاقيه بيطلع كده وبينفش وبيبقى زي الفل معاكي. قعدت بقى جنبه كده ايه وانا قاعده فاضيه مفيش ورايا حاجه النهارده، انا عندي اصلا اكل على الغدا، وانا جيت من مشاويري خلصت حاجتي وظبطت نانو، هي نانو اللي هتروح بكره، فامين للسره عمال ما يروح الكليه بتاعته، فيعني مسستمه الدنيا والحمد لله اليوم حلو وخفيف ومش عندي ضغط ان انا مضطريه اعمل ده وده وده. فقعدت جنبه بقى كده ايه احمر واحط احمر واحط. بصوا يا اولاد والله يعني ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يا رب يوسع على الناس كلها، مشروع مربح يعني. تخيلوا بقى الناس اللي بتعمل وافل، انا بشتري لنادين بنتي بتموت فيه هي ونانو ب 100 جنيه وهي حاجه الوافل واحده بتبقى واحده كده كبيره بس عليها نوتيلا كتير. طبعا كل واحد ربنا محلل له رزقه، مش معناها ان احنا بنبص لرزق الناس، لا مش قصدي دي خالص، ربنا يوسع على كل الناس ويرزق كل الناس. انا بتكلم في ايه، ان احنا ممكن نعمل حاجه في البيت موفره جدا، موفره جدا، ما دام انت مثلا يعني سهله حلوه جهاز زي ده او مكنه او ايا كان، وفي منها سيليكون، انا التوستر بتاعي في الجهاز ده برضو اللي هو فحلو قوي يعني. بصوا طلعت الفراوله دي، هي في الفريزر، هي في الفريزر كنت انا مفرزه فراوله فطلعتها حطيتها كده، قلت ادلعهم بقى يعني، بصوا ادلع بقى الصوصات، وكان عندي ايس كريم قرطاس، خدي بالكوا ايس كريم قرطاس من اللي فيه بسكوت، شلت الحته اللي على الوش وعليها صوص الفراوله. بصوا الطبق ده قلت لهم ده انا حاجزاه عشان بس ما نختلفش سوا، ما نختلفش نختلفش سوا، ده نانو قالت لماما اول ما شافته بقى ماما خلاص انا هاخد ده، فدي نانو عجبتها جدا. شوكولاته بقى عليها بقى صوص شوكولاته او نوتيلا اللي انت بتحبيه تحطيه، نوتيلا مش بمعنى اسم نوتيلا اي حاجه. الصوص ده بقى اسمه توت، التوت ده عمل لون ازرق كده انا ما حبيتهوش خالص، بس علي اتهبل عليه بيموت في التوت اصلا، انا ما بحبش التوت يعني ولا خالص، عمري ما بحب التوت ده نهائي، بس علي يموت فيه.
وصوص كراميل بقى واي صوصات عندك في اكياس صغيره. لو انت مش عايزه تشتري ازايز انا شاريه اكياس صغيره، هو ده الوحيده اللي ازازه عندك كراميل، او تعملي صوص في البيت هيبقى حلو. بصوا الكيكه طلعت عايزه اقول لكم رهيبه 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 والله العظيم، انا متعشيه منها النهارده انا وعلي بالليل، تحفه 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 بجد، هتعجبكم جدا، جربوها هتعجبكم. دي بتاعت علي اللي هي ساده خالص، دي علي حاجزها، وكلنا بقى كل واحد فينا دق من دي، والكب كيك والكيكات التانية بقى بصوا بتطلع زي بسرعه، زي ما انا بقول لك هي مش محتاجه حاجه، بس لو رشيت لها رشه زيت هتبقى اسهل يعني، بس هي سخنه، بس سخنه جدا. بصوا السمك بتاعها هو ده السمك اللي انا عايزاه، عايز تعليها اكتر من كده براحتك اللي انت تحبيه، بس عشان مساحه اللانش بوكس بتاع ولادك يعني. يا نشو ايه ده كل ده عشان نانو راح المدرسه الصبح؟ لا والله مش ده كله لنينو، هو نانو هتاخد اي قطعه او حاجه، بس احنا انا ما اعرفش اعمل حاجه يا جماعه لطفل، بس احنا قاعدين في البيت معاه فبناكل، ناكل حبايبنا، ناكل بنتي، اكل كده، فلازم كلنا ناكل، لازم حاجه. حتى لو انت عملتي الكميه زي دي وحطيتيها في الفريزر هي ما كلفتكيش حاجه، فاهمه قصدي؟ واحنا ما اعرفش اعمل حاجه مثلا واحده اتنين تلاته، لا نعمل كلنا ندوق مع بعض كده يعني، وبعدين ايه بنشجعكم كده ان انتوا تقوموا تعملوا حاجه حلوه للولاد يعني. هوريكم فكره اللانش بوكس بتاعي، ملوش علاقه خالص باللانش بوكس بتاع الناس العاديه. بصوا صينيه البشاميل دي مش مكرونه بشاميل، هي وصفه مختلفه، هي مش مكرونه بشاميل ولا رز معمر ولا الكلام ده، وصفه حلوه هتلاقوها على الاكل مع نشوى نزلت النهارده. تعالي بقى قولي لي ايه رايك. مدرسة؟ ايوه ريحتها زمان. ايوه ما دي بتاعت طول عمري اعملها. الله انت عامله وافل؟ اي أيوة والله. لا امي من لا من بره مش لسه شاريه. احلفي والله طب بجد قولي. والله العظيم حلوه قوي. احلفي كانت ماما زمان بتحط لنا تعملها لنا كل يوم، تحط لنا في لانشوكس. اه قولي ولازم اهو كل سنه، عمر كل سنه لازم اعملها. وافل كان نفسي فيه والله. ايه رايك بقى؟ مدلعاكي اخر دلع. تعالوا ما اقول لكم، اديكم فكره على اللانش بوكس ماشي. انا هقول لكم فكره لللانش بوكس اللي انا عايز اعمله لها، وهي اضل هي حر. تعالوا كلها مقطعه عندك في اللانش بوكس عندي. ماشي تعالوا بصوا هقول لكم اللي انا عندي، انا لسه بس مطلعاه، فالمفروض يتسخن، المفروض يتسخن يعني، بس احنا ايه هنفترض ان هو متسخن. بصوا ده بتيب الجبنه، وده سندوتش مكان السندوتشات العاديه ماشي. هات اهو هديها اتنين عشان تشبع لان هي عجله. شكرا. العفو يا نانو، اي خدمه. ومثلا واحده صاحبتك حابه تدوق البتيه يعني دوقه لها. بياكلوه انت؟ لا انا هعمل لك سندوتش لاصحابك. بصي اهو اهو بصي اتملت ازاي ماشي. الجنب التاني بقى عايزه تحطي فيها تفاحه اكنها نونو بيبي. حطي. انا يا جماعه 50 مره ماليش في الاسفه، ماليش في الشيب في البانيه والحاجات دي. دي حاجه ثانيه بجد. عايزه بقى تحطي واحده، عايزه حاجه ثانيه غير التفاح. ايه بلح ماشي، مره اعمل لك بلح، مره تقولي البلح هاتي بني البلح هاتي. بصي ممكن تحطي اه مثلا، احنا بنقول مثلا ممكن تحطي البانكيك كده مثلا، عايزه من دي. بصوا البانكيك كده، وممكن تحطي الكب كيك كده. لا خد دي يا بان كيك يا كب كيك يعني، بس هات انت واصحابك ماشي اهو. بصوا ده مش على رايي، مش سندوتش حد رايح المدرسه، ده رايح يلعب جمال اجسام اهو اهو. بسم الله. بصوا استني احطها لك كده صح، يبقى كليها بقى بذمتك وحش. مش هاكله دلوقتي وبكره بيروح التاني. هو ده اللي هيتاكل فعلا دلوقتي بذمتكم. لانش بوكس وحش فيه كل الحاجات، ساندوتش لانشون واحد كتير وبعدين ان هو صغير بس كتير. بصي بقى عايزه اقول لك على معلومه عشان انت معترضه. بصي انت بتقولي الحته دي صغيره صح؟ ماشي هقول لك، انا هرجع بس ده مكانه عشان ده ايه لسه بقى. احنا يا جماعه بنعمل بلوفه هنحط ايه بكره؟ اه رفي بس ده ساندوتش كومبو كبير من كبير اهو، حطي فيه لانشون مثلا او جبنه رومي او جبنه بيضة ايا كان اللي هتحطيه. اه لو انت ما عندكيش باتيم اللي انت خبزاه ولا اي حاجه، ودلع الدلع اهو. وجبه محترمه ولا مش وجبه محترمه؟ وتملي ازازه الميه بتاعتك وتدلعي نفسك. يجي حلو. شكرا. طول النهار ببص في ماما. دي بقى وصفتها خطيره خطيره خطيره، اتفرجوا حالا على الاكل مع نشوى هتلاقوها وصفتها تحفه. يلا بقى نتغدى.
عشان عايزه اقعد اروق على مزاجي. يلا بينا. طبعا انا بقى غيرت من انا قمت داخله بقى كمان مطلعالي انا كمان ترنج كنت جايباه على فكره من السعوديه خطير يا ولاد في اللبس جدا. وقلت بقى ايه اقعد كده بقى مع نفس القعده اللي بسهرها على التلفزيون على السرير كده اعمل لي حاجه اشربها اكل حاجه حلوه اقعد كده بقى ايه ده على فكره البرفان ده من نخبه العود اقعد طبعا بقى اخد الحلاوه بتاعتي دي بقى والحلويات دي واقعد على السرير افتح التلفزيون اتفرج على مين على عالم نشوه الست اللي كل شويه لازم قبل ما انام بالليل والله يا اولاد انا بحكي لكم بامانه الست دي انا لازم كل يوم قبل ما انام اقعد اتفرج على الفيديوهات بتاعتها لدرجه ان انا ساعات اجيب فيديوهات قديمه تقولوا لي انا يعني هل دي انانيه انا بحب نفسي انا مش عارفه ليه بس لازم كل يوم بالليل والله اجيب حاجه حلوه واقعد عشان اتفرج على اللي اسمها عالم نشوه والله العظيم انا ما بقول عشان انا نشوه والله العظيم بحكي لكم انا نفسي ابطل الحته دي مع ان انا اللي مصوره الفيديو وانا اللي عايشه جوه الفيديو بس لازم اجيب حاجه اشربها قدام عالم نشوه كده بالليل ايه الفكره معرفش لدرجه ان انا ساعات والله العظيم اقوم الصبح عايزه اتنشط اقوم فاتحه فيديو ليا اقعد اتفرج عليه هتقولي ايه الانانيه دي بتتفرجي على نفسك ليه معرفش مش انانيه والله مش عارفه هي اسمها ايه علمي انا معرفش هي اسمها ايه بس احب اتفرج عليها بالليل قبل ما انام يلا اسيبكم على خير وتصبحوا على خير وربنا يحلي ايامكم وربنا يخليكم ليا وبحبكم قوي 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 وكل سنه وانتم طيبين ونتقابل بكره ان شاء الله في اول يوم دراسه وربنا يستر ويعدي الايام دي على خير يا اولاد ويسهلها على اولادنا ويعين كل اب وام على مصاريفه وعلى تعليمهم وعلى حياتهم ويرزق كل واحد نفسه في اي حاجه ينولها سيبكم على خير انا هقعد اكل بقى الحاجه الحلوه وانا بتفرج على الست اللي قاعده بترغي قدامي دي واسيبكم بقى لما ازهق بقى بجيب ناس تانية عادي يعني مش شرط نشوه بس المهم لازم اتفرج على نشوه واتفرج بقى شويه واسهر بقى كده مع نفسي تصبحوا على الف خير وهنا وسعاده وبركه وان شاء الله اشوفكم بكره في فيديو جديد كل تفاح اكل تفاح يا نشوه جدع جدع كلي كلي يا حبيبتي ايوه ايه ده بتعمل ايه الست دي النهارده تصبحوا على خير